السلام عليكم وتحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم عباس علي. السلام عليكم. تعلن وزارة الاتصالات أسماء المقبولين بالتعيين في اختصاص الإدارة والاقتصاد والقانون في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان، وسيتم إعلامكم بموعد المراجعة بعد إقرار قانون تنفيذ الموازنة لعام 2020 لإتمام الإجراءات لاحقا. تتمنى وزارتنا الموفقية للجميع. ملاحظة: سيتم الإعلان عن بقية أسماء المقبولين بالنسبة لبقية التخصصات تباعا. طبعا الروابط الأسماء للإدارة والاقتصاد هي مخصصة برابط وحدها، والقانون رابط آخر، فراح أتركهن لكم بصندوق الوصف. تضغط على عنوان الفيديو يظهر لك صندوق الوصف، وتختار إذا أنت إدارة واقتصاد أو قانون، تضغط على الرابط وتشوف اسمك.